مشاهدينا اهلا بكم، لقاء جديد في مؤشر النيل، نتعرف معا بالارقام والتحليل على وضعيه واداء البورصه المصريه التي ارتفعت مؤشراتها اليوم الثلاثاء في نهايه التعاملات، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصه اي اكس 30 بنسبه 0.38% ليبلغ مستوى 10415.12 نقطه. كذلك ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 1.25% ليبلغ مستوى 2237.7 نقطه. زاد ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 0.59% منهيا التعاملات عند مستوى 1124.87 نقطه. شملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 30 كابد محدد الاوزان النسبيه بنسبه 0.79% منهيا التعاملات عند مستوى 12239.46 نقطه. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث جاء قطاع البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 23.96%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 16.87%، وجاء ثالثا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14.46%، بينما جاء رابعا قطاع موارد أساسية بنسبة 10.85%. أما بالنسبة لفئة المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 85.98%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 10.72% من تعاملات السوق، بينما مال العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 3.3% من إجمالي تعاملات السوق. ما زلنا مع فئات المتعاملين داخل السوق، حيث مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 18.21% من إجمالي التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على نسبة 81.78%. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم، تصدرها سهم مصر الوطنية للصلب عتاء بنسبة 12.89%، ثم سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 8.48%، وحل ثالثاً سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 8.10%، بينما حل رابعاً سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 7.51%. عن الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدرها سهم المصرية لخدمات النقل إيجي ترانس بنسبة 11.37%، تلاه السهم بنك كريدي أجريكول بنسبة 10.15%، وحل ثالثاً سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.75%، وجاء رابعاً سهم السويدي إلكتريك بنسبة 5.2%. هذا وقد زاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اليوم بنحو 4.2 مليار جنيه، ليصل إلى 568.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 4.5 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد كمال خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. شرفنا وكل سنة وأنت طيب. حضرتك بصحة وسلامة. أستاذ محمد، اسمح لنا نحن نبدأ الحوار بعد الاطلاع على تقرير البورصة اليوم. تفضلي فندم. إلى التقرير. من جديد عاد اللون الأخضر إلى شاشات مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تسجيل أغلب أسهمها لارتفاعات في ختام تعاملات الثلاثاء. البورصة تلاقت دعما من عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه، ليصل إلى 568.723 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بقرابة 4.5 مليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بنحو 3.4 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 38%،
وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنحو 1.25%. شملت الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقاً بنحو 59%. التداولات شملت 178 سهماً لشركات مقيدة في البورصة. ارتفع 110 أسهم منها وتراجع 36 سهماً واستقر 32 سهماً عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. أهلا بكم مجددا، واسمحوا لنا أن احنا نبدأ الحوار مع ضيفي الكريم أستاذ محمد كمال خبير أسواق المال. البورصة بتميل للارتفاع الطفيف اليوم في حالة من حالات الثبات النسبي يمكن من أول رمضان. تقييم حضرتك لوضعية البورصة إيه؟ هي يمكن جلسات الأسبوع الحمد لله، يمكن جميع الجلسات الحمد لله كانت على ارتفاع، وإن كان في تباين في جلسة الأمس، ولكن برضه في مجمل الجلسة كان على ارتفاع. يمكن جلسة الأسبوع الماضي، لو بنرجع للأسبوع الماضي، كانت جلسات الأسبوع كانت ثلاث جلسات، جلسة الثلاث والأربع كان في انخفاض في أحجام التداول، وأيضا انخفاض في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وده كان راجع لانخفاض الحاد في أسعار النفط بشكل كبير. يمكن جلسة الخميس كان في ارتفاع على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وتلا الارتفاعات مع بداية الأسبوع، يمكن جلسة النهاردة على ارتفاع أيضا. الحقيقة يمكن في حركة صعودية في السوق بتتناسب أو يمكن بتيجي مع تغيير مع نفسية المتعاملين، ويمكن حالة من حالات انفتاح بداية انفتاح الاقتصاديات العالمية وأيضا الاقتصاد المصري على بعض الدول بشكل كبير. يمكن الانفراجة اللي ابتدت تحصل في الأسواق العالمية أثرت بشكل كبير جدا وفعال على السوق المصري. وضعية البورصة المصرية ايه ما بين الأسواق العالمية دلوقتي في الوضع الحالي؟ الحقيقة يمكن ارتباطنا بالأسواق العالمية والأسواق الخليجية يمكن منذ فترة، يمكن الأسواق كلها بتكون بتتأثر بشكل كبير. يمكن مصر من ضمن الأسواق الناشئة اللي بتتأثر بالأسواق العالمية وأيضا بالأسواق الخليجية والعربية. وزي ما ذكرت وقلت لحضرتك، يمكن الانخفاضات في أسعار البترول بالأسبوع الماضي كان ليها أثر سلبي على جلسات الأسبوع الماضي، لتأثر أو تأثر دول الخليج المصدرة للنفط. أعتقد أن كان تأثرها البورصة المصرية عندنا كان تأثر كبير، فبالتأكيد طبعا البورصة المصرية بتتأثر سواء إيجابا أو هبوطا مع الأسواق العالمية. لكن إحنا عندنا اليومين دول في حالة من الثبات النسبي مع الارتفاعات الطفيفة. الارتفاعات الطفيفة مظبوط، ما فيش أخبار تقريبا في حالة من حالات الثبات اللي إحنا بنعيش بالزبط فيها. بأي قدر كانت الإجراءات الحماية اللي اتخذتها الدولة في صالح البورصة المصرية قادرة إنها تجعل البورصة صامدة في الفترة دي؟ بالتأكيد يمكن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة يمكن إجراءات كانت قوية جدا ومهمة وجت في وقتها بشكل كبير. يمكن احنا شفنا الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في دعم سوق المال المصري ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير. يمكن البرنامج الاقتصادي اللي ابتديته مصر من 4 سنوات منذ عام 2000 من نوفمبر 2016 اعتقد ان ابتدى ياتي ثماره بشكل كبير. يمكن النهارده مع ازمه كورونا اللي بتجتاح العالم كله، احنا شفنا اقتصاديات دول كبيره ودول عظمى اهتزت بشكل كبير، ولكن الحمد لله مصر على ثبات، وايضا يمكن من الدول اقل من الدول قليله جدا ان احنا متوقعين ان احنا في زياده في نسب معدلات النمو بشكل كبير. يمكن لو اتكلمنا على اقتصاديات زي اقتصادات المانيا وامريكا واقتصادات كبيره، بنتكلم على انخفاض في معدلات النمو بشكل كبير، ولكن بنتوقع، ومش احنا بس اللي بنتوقع، بيوت الخبره والتقييم العالميه بتتوقع لمصر زياده في معدلات الناتج الاجمالي وزياده في معدلات النمو. ده عظيم، ويعني دي تقارير كتيرة اقتصادية بتشير ان الاقتصاد المصري واعد في هذه المرحلة على الرغم من كل المتغيرات اللي احنا بنمر بيها. النهاردة من الاخبار المتصدرة ايضا هبوط البترول سواء الخام الامريكي او الخام العالمي بشكل ما. الاسبوع اللي فات كان الانخفاض الحاد ثم العودة شيئا فشيئا الى الاتزان، لكن ما زالت حاله الانخفاض هي المسيطره على السوق. يا ترى تاثيراتها لحد النهارده عامله ازاي؟ الحقيقه يمكن احنا شايفين تاثر اسعار البترول او تاثرها بالمخزون الموجود او زياده في المخزون، قله الطلب امام العرض وزياده العرض بشكل كبير. يمكن احنا شايفين الاماكن التخزين الموجوده على مستوى العالم وصلت للحد الكفايه او حد الامتلاء بشكل كبير. لأول مرة منذ سنوات أو عشرات السنوات نشوف ناقلات البترول محملة ببترول وفي عرض المحيطات، ولا تجد أماكن للتخزين
كل هذه العوامل طبعا بتأثر بشكل كبير جدا على أسعار واستقرار أسعار البترول اللي بينخفض بشكل كبير جدا. يمكن احنا شفنا الأزمة ابتدت بخام تكساس العام الأسبوع الماضي بانخفاض حاد بشكل كبير في تسليمات مايو، وشفنا انخفاضات حادة لعدم وجود أماكن تستوعب التخزين. ويمكن هنا في نظرة مهمة جدا، ولازم يكون في نقطة مهمة جدا، يمكن مصر كان لها تصريح، ووزارة البترول كان لها تصريح في العام الماضي في شهر نوفمبر وشهر أكتوبر بتوسعة أماكن التخزين الموجودة في مصر لتخزين النفط الخام. أعتقد أن دي أمر مهم جدا. النهاردة الدول العالم بتبحث عن أماكن لتخزين البترول، ولكن مصر الحمد لله يمكن دائما سابقة بخطوة. ويمكن النظرة المستقبلية لمصر في الفترة الأخيرة يمكن بتحزو بخطوات مهمة. أعتقد أن احنا عندنا وافر في أماكن التخزين، وده بيكون مهم جدا. التعامل في أسعار البترول بيكون بالعقود الآجلة، فأعتقد أن احنا النهاردة عندنا مقدار الكافي أن احنا نبتدي ناخد عقود آجلة بأسعار مهمة وأسعار متدنية بشكل كبير. هل في تأثير أو انعكاس ما على أسعار الغاز في هذا الإطار؟ يمكن أسعار الغاز حاليا بترتفع مقارنة بأسعار البترول في الفترة الأخيرة، يمكن التوجه الأكثر لأسعار الغاز. يمكن العملية أو المعادلة هو انخفاض أسعار البترول راجع لحالة الركود والكساد على مستوى العالم، حالة توقف الطيران وتوقف حركات النقل. يمكن احنا شايفين دول العالم، معظم دول العالم فيه حظر كلي وحظر جزئي، فده بيأثر بشكل كبير جدا على أسعار البترول وعلى استخدام أو عملية العرض والطلب للبترول. ولكن الغاز أعتقد ارتفاعه والتوجه للغاز بشكل كبير، أعتقد أن ده بيصب في معادلة الغاز الطبيعي. البعض بينظر طبعا إلى وضعية الذهب اللي بيقفز قفزات متتالية هذه الفترة باعتباره الملاذ الآمن. الملاذ الآمن دائما في طبعا في حالة اضطراب الأسواق دائما بيكون الذهب هو الملاذ الآمن للاقتصاديات. إلى أي مدى هي هتظل قفزات الذهب مستمرة؟ يمكن الذهب دايما بيكون عكس تماما اسواق المال واسواق البترول، لان هو زي ما حضرتك ذكرتي مشكوره ان هو الملاذ الامن. فاعتقد ان هو طول ما في اضطراب في اسواق المال واسواق البترول، اعتقد هيكون هو الارجح، سوق الذهب هو الارجح على او المرجح للمستثمر. يعني هو مهيئ لزيادات جديده بالتأكيد بالشكل ده. بالتأكيد. طيب. النهارده عدد كبير جدا من دول العالم بيعلن انه بيبدا في تخفيف قيود الحظر شيئا فشيئا، العوده للحياه الطبيعيه شيئا فشيئا، بداية التعايش بشكل ما مع وجود الفيروس ده في حياتنا، حماية الاقتصاد والحماية الحياة العامة. بأي قدر السوق العالمي هيقدر يرجع بنفس القوة مرة تانية؟ وإمتى نكون على حدود التعافي الاقتصادي؟ التعافي الاقتصادي احنا حاليا العالم كله في حالة من حالات الركود، مصانع كتيرة جدا توقفت بشكل كبير على مستوى العالم. أعتقد أن فتح أو بداية فتح الاقتصاديات العالمية وأيضا الاقتصاد المصري بشكل كبير هيكون لي أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري، ولكن يعني زي ما حضرتك ذكرت هيكون بشيء من الحكمة وشيء من الرويدة، يعني أن احنا نبتدي نفتح الاقتصاديات العالمية والاقتصاد المحلي بشيء من الهدوء. أعتقد أن هو في حالة رجوع الاقتصاد، يعني مش هيكون قبل نهاية العام عشان نقدر نقول تعافي حالة الاقتصاد العالمي ورجوع الطلب مرة أخرى على سواء البترول أو رجوع الاقتصاد بشكل صحيح وعودة إلى مرة أخرى إلى ما كانت عليه الحياة قبل فيروس كورونا. أعتقد يمكن مش هيكون قبل نهاية العام الحالي عشان نقدر نتوقع استيعاب الهزة اللي كانت موجودة. أكتر الاقتصادات المتضررة كانت إيه؟ وجهة نظرك. يمكن الاقتصاديات الدول الصناعية الكبرى هي يمكن كانت أكثر تضررة. يمكن الاقتصاد الصيني تضرر بإغلاق دولة الصين بالكامل، كان لها أثر كبير. يمكن رجوع الصين بسرعة بعد قفل الولايات أو المقاطعات اللي كانت موجودة ورجوعها بسرعة للاقتصاد، ولكن حتى الآن برضو مش بالطاقة القصوى ابتدت ترجع. بنتكلم على اقتصاديات بشكل كبير، دول عظمى بشكل كبير ابتدت تهتز اقتصادها بشكل أو بآخر، بدليل أن النهاردة المناداة بفتح الاقتصاد مرة أخرى للمحاولة لضعف أو التكبد الخسائر الموجودة في الاقتصادات العالمية. أعتقد أن دول كبيرة، دول صناعية كبيرة كان لها تأثر كبير. شفنا دولة زي إيطاليا برضو من دول اللي تأثرت بشكل كبير. اعتقادي زي ما قلت لحضرتك ان احنا في اطار فتح الاقتصاد او عودة الحياة مرة اخرى، من المتوقع ان احنا نشوف
رجوع الاقتصاد بس مش قبل نهاية العام. على الرغم من ده، هل من الممكن أن تكون هناك أسواق قادرة على أنها تكون كسبانة في هذه المرحلة أو في انطلاقة على الأقل؟ أعتقد، ويمكن هو مش انحياز، ولكن هو أعتقد أن الاقتصاد المصري مهيأ ومؤهل أن هو يكون من الدول المهيئة لعمل طفرة وعمل زيادة في الناتج القومي، الناتج الإجمالي. أعتقد يمكن بيوت الخبرة وبيوت التقييم شافت أن مصر ممكن تعمل زيادة نمو معدل أو معدل نمو قرابة من 3.5 إلى 4%. أعتقد أن ده رقم إيجابي، رقم مهم جدا في وجود اقتصاديات بتتكلم عن أرقام بالسالب أو 1% نمو. فأعتقد أن ده هيكون الاقتصاد المصري مهيأ. يمكن احنا شفنا مصر ابتدت في الفترة الأخيرة بتصدر بكميات أكبر من اللي كان المعتاد من العقود اللي كانت موجودة، سواء في مجال الفاكهة أو الخضروات والفاكهة، ابتدت تصدر بشكل كبير، ابتدى في مصانع ابتدت تتحرك. أعتقد الاقتصاد المصري بقوة كبيرة أنه هو يقدر ينطلق إلى العالمية في الفترة القادمة إن شاء الله. عظيم. هذا الثبات اللي بتشير إليه التقارير الاقتصادية عن قيمة الاقتصاد المصري في هذه الفترة، قدرته على مواجهة الأزمة والوقوف أمامها، بعض بيتساءل في الشارع عن لجوء مصر أنها تحصل على قرض جديد من قروض البنك الدولي المعلن عنها في هذه المرحلة. الحقيقة يمكن بالأمس كان في تصريح أن هيتم التعامل مع صندوق النقد الدولي في الحصول على قرض، وهيكون لمدة عام. أعتقد أن الحصول على هذا القرض بيكون صك أمان لمصر أو شهادة أمان لمصر أمام الاقتصاديات أو أمام الصناديق اللي بتستثمر في الأسواق الناشئة بشكل كبير. يمكن وجود أو موافقة صندوق النقد أن هو يبتدي يتعامل مع مصر مرة أخرى، فده في حد ذاتها شهادة نجاح للاقتصاد المصري على مدار 4 أعوام مضت. فده بيكون برضو شيء مهم جدا أو شهادة مهمة جدا للتعامل مع المؤسسات العالمية، اللي نحن بنبتدي بصندوق النقد أو البنك الدولي إن هو التعامل مع مصر، بيلي المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمار. فده بيكون شيء جيد جدا للاقتصاد المصري وشهادة ضمان لصناديق الاستثمار بتستثمر في السوق المصري. هذه المرة هذا القرض موجه لسد عجز ميزان المدفوعات. بالضبط. بمعنى أصح أن احنا في احتياج قوي إليه بشكل أو بآخر. يعني إيه هي الأوجه اللي ممكن يكون كان هيغطيها، أو كيف كانت ممكن الدولة تتصرف في هذه المرحلة؟ الحقيقة يمكن مع أزمة الكورونا اللي ابتدت، ويمكن تصريح الدكتور طارق عامر رئيس البنك المركزي عن انخفاض الاحتياط النقدي بقيمة 5 مليار دولار من 45 مليار دولار وصولا ل 40 مليار، اعتقد ان ده يعني زي ما بيقولوا شهاده نجاح للاقتصاد المصري وشهاده نجاح لسياسات البنك المركزي. ففي حاله اللجوء لصندوق النقد والاقتراض منه، اعتقد ان هو لسد عجز الموازنه ولمعاوده او تعويض الاحتياط النقدي اللي موجود. فمن المتوقع ان احنا نشوف في اوجه الصرف هتكون في مجالات كثيره. يمكن الاقتصاد المصري او الدوله المصريه بطرقه سد عجز الموازنة اللي موجود، سواء في الأمور البنية التحتية أو زيادة الاستثمار في مجالات كثيرة. نرجع مرة تانية للبورصة المصرية ونتساءل عن أكثر القطاعات اللي نقدر نقول أنها استطاعت الحفاظ على تماسكها في هذه الفترة. الحقيقة يمكن قطاعات الأغذية والمشروبات من أهم القطاعات اللي موجودة في السوق في سوق البورصة، اللي ابتدت تنتعش في الفترة الأخيرة نظرا للإقبال المواطنين على الأغذية والمشروبات، وأيضا دخول شهر رمضان الكريم. وبطبع يعني في جميع السنين السابقة بيكون الإقبال على قطاع الأغذية والمشروبات في شهر رمضان بيكون هو القطاع الأروج في البورصة. أيضا قطاع الخدمات المصرفية وقطاع الخدمات المدفوعات الإلكترونية من أكثر القطاعات اللي بتشهد ارتفاع في الفترة الأخيرة. أعتقد أنه هيكون الميزانيات الربع الأول هيكون مبشرة بخير، هيكون أعلى من الميزانيات السابقة. يمكن دي من أكثر القطاعات اللي بتلقى رواج في الفترة الأخيرة. وأيضا قطاع البنوك ممكن نشوف فيه رواج بشكل كبير. يمكن على النقيض تماما هنشوف القطاعات اللي أكثر تضررا، هيكون قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا. وإن كان إن شاء الله بنتمنى وبنأمل إن احنا يكون مع عودة السياحة الداخلية بشكل كبير هيكون في عودة الروح مرة أخرى لقطاع السياحة أو القطاع السياحي. ده اللي بنتمنى بالفعل. يا ترى توقعاتنا لبكرة إيه في البورصة المصرية؟
اتوقع ان احنا هنشوف هنجرب تاني على نقطه. احنا عندنا نقاط دعم ومقاومه للمؤشر الرئيسي للبورصه المصريه، عندنا نقطه 10500 نقطه هي نقطه مقاومه مهمه جدا في السوق المصري، اعتقد ان احنا ممكن نجرب عليها مره اخرى وان كان مؤهلين لاجتيازها على مدار الجلسات القادمه، ممكن نستوعب او نجتاز نقطه ال 10500 ثم 10800 نقطه، ده المستهدف للمقاومه الجديده. لو ما قدرناش ان احنا نخترق النقطه ديت وابتدينا نتراجع منها، هيكون نقطه 10200 نقطه هي نقطه الدعم الرئيسيه للسوق المصري. استاذ محمد كمال خبير اسواق المال، شرفتنا النهارده في مؤشر النيل. شكرا يا فندم لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وسلام. مشاهدينا دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في عمليه التحليل وتوضيح لوضعيه البورصه المصريه. غدا ان شاء الله قبل هذا الموعد بنصف ساعه لقاء جديد مع مؤشر النيل. شكرا لكم.